السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء، اليوم هنتكلم مع بعض عن كيفية تجميع الدائرة الكهربية للقطع الخارجية لجهاز كرافت، جهاز سعودي مستورد. ماشي، الجهاز جميل بس اتلعب فيه من احد الفنيين وراح لفني تاني، وفي مشكلة في الدائرة الكهربية وتم تغيير موتور كومبروسر ليه ووقفوا عند توصيل الدائرة الكهربية. زي ما احنا شايفين الدائرة الكهربية باللعبكة اللي احنا شايفينها دي متفككة كلها اهيت. ماشي، فطبعا طلبنا ان الجهاز يجي لنا عندنا هنا عشان نبدا نقوم بتجميع الدايره. مع العلم مفيش خريطه موجوده للجهاز، طبعا الجهاز شغال عن طريق كونتاكتور. ماشي، هنبدا نجمع الدايره مع بعض واحده بواحده وهنشوف ان شاء الله ازاي هنجمعها مع بعض. طبعا الكهرباء هنا بتاعه العموميه داخله على القطعه الخارجيه، تمام معايا كده ظبط التصوير. هنبدأ نشوف طبعا أطراف الكمبروسر عندي في ثلاث أطراف متصلين، أدي الأبيض اللي هو السي، والأزرق ده الار، والأحمر ده الاس، متصلين هنا بالكمبروسر تحت أمر. وضح كده هيجوز بالتصوير، الناس بتشتكي من التصوير على فكرة. ماشي، أدي السي وأدي الار وأدي الاس. طبعا مكتوبة هنا على الكاوتشة دي، هنا موجودة وموجودة على الغطاء بتاع الكمبروسر، موجودة برضو عليه بنفس الشكل. يعني انت ما تدخل على ضاغط كمبروسر جديد لسه ما استخدمتوش، مجرد ما هتبص على الغطاء بتاعه هتلاقي الناس محترمين قوي عاملين لك السي فين والار فين والاس فين، تمام، حتى بدون ما تعمل عمليات قياس. وجربنا قبل كده واختبرنا ازاي نحدد اطراف الكمبروسر في فيديوهات سابقة. طيب الروزيتا هنا قدامي هيت، تمام، الاطراف دي كلها موجوده، ادي بتوع المروحه هنخليهم على جنب دلوقتي اهمت. ماشي، وادي الطرفين بتوع الملف بتاع الكونتاكتور. طيب دخل الكهرباء عندي هيكون ال ال والان من هنا، ادي واحد واثنين، ادي ال ال اهيت واضحه، وادي ال ان، وفي خارج بيروح للقطعه الداخليه برضو ال ان وال ال. ماشي، يبقى لا البني ده عندي هنا هديله ال، والازرق ده هنا هديله الان، وهيطلع يروح للقطعه الداخليه. وهنشوف باقي الاطراف دلوقتي هنجمعهم مع بعض ازاي، خليك معايا. دلوقتي انا اديت طرفين كهرباء للجهاز اهمت، واضحه كده معاك. المفروض ان هو يتوصل بالطرف ده الان والطرف ده ال، بس طبعا الاثنين واحد، فانا عشان معايا كليبس هنا وصلت مع ده، يبقى ادي الان وادي ال، تمام، اللي هو داخل الكهرباء اللي ايه داخل للجهاز. تمام، انا عندي زي ما قلنا ان السي بتمثل اهيت بتاعه الكمبروسر، هتاخد كهرباء، المفروض هتاخد عن طريق الكونتاكتور. هنجرب دلوقتي على الوضع ده وهنشوف الدنيا فيها ايه. الاول هنجرب الكمبروسر، وادي الار وادي الاس. المكثف بتاعي هنا الثلاثي، هو المفروض كان يجيب مكثف ثنائي عشان هو في مكثف تاني موجود هنا اهوت، ماشي، بس الفني جايب اللي هو الثلاثي. فادي عندك السي هتاخد الكهرباء اهيت مع التشغيل، الار هنا اهيت، تمام، ماشي، والاس هتتحط هنا مع الهيرم اهي، واضحه اهي بتاعت الكمبروسر. لو انا اديت طرف كهرباء دلوقتي من الاطراف اللي داخلين دولت اللي هو الان، وديت الطرف الار ده كهربا للسي، دلوقتي هتشتغل معايا مظبوطه. طيب هنفك دلوقتي ده كده، تعال بقى في العاكس دي واحده، هات تمام، وهنديله من الان ديت هنوصل للكمبروسر للار بتاعه الايه الكمبروسر، تمام اهي. هتاخد الان هوديها مع الار، واخده كهرباء هنا اهيت، مشترك التجميع ديت، تمام. المفترض دلوقتي ان هنا الان مع الار، الاس لوحدها، السي واخده كهرباء من الطرف بتاع الكهرباء. يعني لو انا شغلت دلوقتي المفترض ان هو الكمبروسر بتاعي هيشتغل.
خليك معايا هات المشترك. دلوقتي احنا وصلنا هنا اهوت، هنبدا نجرب الكهرباء بتاعتنا. وصلت الكابل العمومي هنا اهوت بالكهرباء، تمام. هشغل الكمبريسر، شغال اهوت، ادي الطرد وادي السحب. يبقى انا كده الكمبروسر بتاعي تمام ماشي. طيب ده بالنسبه للكمبروسر، اوكي. انا عندي هنا في بلف عاكس، تمام، وعندي محرك المراوح. محرك المراوح ماشي، او مروحه المكثف بمعنى صح، القطعة الخارجيه عباره عن ثلاث اطراف. طب انا عندي هنا في ادي طرف، ادي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب أما نبص عليهم هنلاقي الأصفر فأخضر ده اللي هو الأرضي، مربوط في جسم الجهاز، يبقى ده خارج الإيه؟ الأطراف بتاعتي. طيب عندي أزرق، عندي أحمر، عندي أصفر، عندي الطرف الأحمر الثاني. طيب في طرفين حمر هنا داخلين أهمت، يبقى معنى كده إن ده الكهرباء بتاعت التشغيل متصلة مع الإيه؟ مع المحرك من الداخل بتاع محرك المراوح أهي. الاثنين دولت، يبقى ده هياخد ايه؟ الار. يبقى هناخد الطرف ده كده اهو، ده زي ما هو كده تمام، وهنوصله الار. بدات بالار اهي، وهوصله مع الار بتاعه الكمبروسر اهيت، وبرده واخد طرف الكهرباء. يبقى انا اديت ايه؟ كهرباء الان، اديتها للار هنا بتاعت الايه؟ محرك المروحه بتاع المكثف القطعه الخارجيه، تمام. طيب انا عندي طرف اصفر ده الاس، والسي اللي هو الطرف الازرق، ادي السي. طيب يعني ده عايز ياخد ايه؟ كهرباء، يبقى ده كمان المفروض ان هو هيتوصل مع السي دي. طيب هنوصل بالشكل ده، تمام. انا شغال على فكره على المكثف ده مش على المكثف التاني، يعني انا بس مدي الكهرباء لده، وطبعا ده متصل من الداخل، فهنشوف دلوقتي ان هو هيشتغل معايا برضو. اوكي هلمس بس ده كده معايا كده وانا شغال، ماشي، وهشوف المروحه عندي هتشتغل ولا لا. لو كلها عمليه اختبارات وتجهيز للشغل اللي هنعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. كومبروسر شغال، مجرد ما لمس المفروض ان دي تشتغل المروحه. وطبعا كده المروحه شغاله اهيت، والكومبروسر شغال. المروحه دي كده هو اجبرني ان انا الكهرباء بتاعتي المروحه لها اتجاه واحد. اوكي معايا ماشي، اجبرني ان هو المروحه دي كده لها اتجاه واحد، لان مدخل الكهرباء على الموتور من جوه، مش شكل المراوح التانية اللي كنت اجي مثلا ادي الار وادي الاس. اذا اديت كهرباء للناحيه دي المروحه تلف يمين، اديت كهرباء للناحيه التانية المروحه تلف شمال، عكس حركه. لكن هو دلوقتي جابرني ان اتجاه المروحه اللي هو بيلف اللي قدامي، اللي واضح قدامي في اللفه دي كده اهو، اوكي، المظبوط بتاعها، مفيش مجال للغلط فيها. يبقى انا كده وصلت المروحه ووصلت الكمبروسر. طيب يبقى معنى كده فاضل عندي البلف العاكس، اوكي. انا كل ده برده ما وصلتش الروزيتا بتاعت الخارجيه والخارج بتاعي، انا هختبر كل الاجزاء. البلف العاكس عندي فيه طرفين، يبقى فيه طرف هياخد الان اهو مع المشترك اللي موجود ده اهو اهوت، تمام اهو، يبقى خد طرف كهرباء، والطرف الثاني ياخده عن الكهرباء اللي جايه من الكارته من الجهاز اهو. يبقى انا كده عملت التجميعه بتاعت الايه؟ المكثف كلها اهوت، طرف كهرباء ان ادى للتشغيل بتاع المروحه،
وادى للتشغيل بتاع الكمبروسر، وادى لطرف من اطراف البلف الايه العاكس. والطرف الاس لوحده هنا اهو، لو انا هوصل المكثف بتاعي ده مع المكثف اللي هنا ده، يبقى في الحاله ديت الطرف ده دخله هنا كهرباء اهوت مع الار، واخد كهرباء من هنا اهوت، وهلغي الطرف الثاني ده واوصل هنا الاس بس اللي هو الاصفر، يعني الاصفر ده بس اللي هيتوصل هنا. اوكي، وده هلفه بشكرتون او الغيه. ماشي. طيب هنيجي نبدا دلوقتي، هنعمل حاجه بقى. هبدا اجمع الدايره بتاعتي على المظبوط. المفروض ان الكونتاكتور داخل له كهرباء من هنا، والخارج بتاعه بياخده من هنا. يبقى انا هاجي اقفل دي كده، تمام، يا اما اشغل كل الدايره على الكونتاكتور ما تلقطش الا عن طريق الكونتاكتور. ماشي. يا اما ان انا هشغل الكمبروسر بس اللي هو على ايه الكونتاكتور. طيب لو انا اديت السي دي من هنا اهيت كده طلعت معايا اهي، ورحت موصلها من الخلف من هنا، اهي تمام. المفترض دلوقتي لو انا ضغطت على الكونتاكتور كده هيوصل كهرباء من هنا لهنا، بس طبعا انا مش كل مره هضغط بايدي، فلازم كهرباء توصل للبلف للملف بتاع الايه الكونتاكتور معايا. طرفين الملف هم، ادي طرف وادي طرف، مجرد ما يوصل لهم كهرباء دي هتلقط كده. فمبدئيا قبل ما نوصل هنيجي هنشغل تاني كده، معلش الفيديو ممكن يبقى طويل بس عشان الفايده تبقى كامله. بص كده الكمبروسر بس اللي هيشتغل، تمام. طيب لو انا عايز اشغل المروحه، مروحه اشتغلت اهي، بص على المروحه، تمام، كمبروسر بس، يبقى الكمبروسر بس اللي شغال في الحاله دي هنا اهو، تمام. يبقى انا كده الار دي اديتها للايه للكونتاكتور، طلعت على السي. ماشي. عفوا، ال مدخلها على الكونتاكتور وطلعت على السي، والان مديها للار، تمام. طيب وهاجي برضو يلزمني ان الان الطرف الثاني بتاع الملف بتاع الكونتاكتور ده يتوصل هنا، هديله مثلا ايه مع الان، ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ كان فاكك بشكرتون وحاجات من ديت، والدنيا كانت داخله مع بعضها. فاحنا هنيجي هندي الان ده، هشيل الار بتاعت الكهرباء ديت بتاعت المروحه، وهخلي الان هنا مع المكثف، تمام اهي، وطرف الكهرباء الثاني بتاع الملف بتاع الكونتاكتور هديله بقى من الكهرباء اللي هي جايه بتاعت ايه بتاعت الكارتة. يعني لو انا جبت ال ده من هنا اهوت ده، ولمسته للملف ده، ملف الكونتاكتور هيبدا ايه يلقط معايا. طيب نجرب كده. خليك معايا وهات لي وصله كابل كده، بدل ما اجيب كوبري من هنا لهنا، انا هشيل بس الطرف ده اللي هو بتاع الملف اللي قلنا عليه الكهرباء، وهاجي جاي موصله مع اي طرف من بتوع ال، وليكن من هنا مثلا. اوكي، ونقلت طرفين الكهرباء بدل ما كانوا من فوق، نقلتهم هنا عشان اوفر معايا اماكن للايه للكليبسات اهوت، ال ان اهوت مع الازرق، والاحمر ده اللي هو ال اللي يدي البني. اوكي، هنوصل دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه، الكونتاكتور هيلقط معايا والكمبروسر هيشتغل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الكونتاكتور لقط اهوت، الكمبروسر اشتغل، يبقى دلوقتي طرف الكونتاكتور ده هو اللي هياخد كهرباء من الوحده بتاعه الكارته. اوكي، هات لي الاطراف بتاعه القطعه الداخليه، خليك عايزه تممناه 100%. ماشي، وجربناه مع بعض القطع الخارجيه. هنبدا ربط القطعه الداخليه مع القطعه الخارجيه، تابعونا.
في الجزء الثاني ان شاء الله عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليك.